السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. استعراض أبرز ما جاء في ضيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للتاسع من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. سفيرنا في واشنطن: مملكة البحرين تعاملت مع فيروس كورونا بمسؤولية وشفافية. بن دينا: استراتيجية جديدة لقطاع التكييف والتبريد. وإلى عناوين صحيفة الأيام والتي عنونت: الأعلى للصحة، إحلال الرعاية الطبية عن بعد ضمن المنظومة الصحية، قانون لحماية الكوادر الصحية واعتبار الأطباء المتوفين شهداء واجب. ومع عناوين صحيفة البلاد والتي بيّنت: التقيد بإجراءات الفريق الطبي بشأن إحياء عاشوراء، تفاصيل جديدة بفضيحة تمويل قطر لحزب الله الإرهابي. وأخيرا مع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها: في ندوة الوطن، التربية تطوير التعليم عن بعد للعام الدراسي المقبل وحل النواقص. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن وزير الأعلام علي الرميحي أكد أن الوزارة ستقوم بتسخير كل الإمكانيات لدعم نجاح مبادرة موهبتك في البيت من خلال تغطية المسابقة وتخصيص استديو متكامل لنقل منافسات المرحلة النهائية. وبقلم هالة كمال الدين، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان: الأعلى للمرأة والجاهزية المسبقة. فإلى المقال. عند النظر إلى وضع المرأة حول العالم في ظل جائحة كورونا، فإنه يجب التركيز على ما لدى البحرين من خبرات يمكن تبادلها مع دول العالم أجمع. نعم، المرأة البحرينية أصبحت نموذجا مشرفا أمام العالم أجمع، خاصة فيما يتعلق بدورها وقت المحن والأزمات، وهذا ما عرب عنه الدكتور معز دريد الذي أبدى إعجابه الشديد بنموذج المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين في الحد من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على المرأة البحرينية. وما يدعو إلى الفخر مناشدته دول العالم للاسترشاد بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية فيما يتعلق بخطط التعافي الوطنية في دول العالم، لا سيما في تركيز هذه الخطة على تكافؤ الفرص والخدمة المجتمعية وجودة الحياة وتبوؤ المرأة المراكز القيادية في الحياة العامة. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكد أن مملكة البحرين تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بكل مسؤولية وشفافية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين احتلت أعلى نسبة تعاف في المنطقة بنسبة 93%. صحيفة الأيام نطالع أن رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، أكد أن الرعاية الصحية عن بعد ستكون هي الطريقة التي تتجه لها مملكة البحرين لتقديم الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذا النظام خفف من الضغط والأضرار خلال فترة جائحة فيروس كورونا. نقلت صحيفة الأيام أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أصدر تعميما إداريا لمؤسسات التدريب الخاصة لاستئناف أنشطة التدريب لديها ابتداء من الثالث من الشهر المقبل وحتى إشعار آخر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية. طالع من ذات الصحيفة أن إدارة الأوقاف الجعفرية نفت ما أشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عقد اجتماع
الخروج بتصورات بخصوص موسم عاشوراء المقبل حتى الآن. بيّنت صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز ناصر السويدي أشاد بحصول شركة تطوير للبترول على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بمشاركة وترشيح أكثر من 180 منظمة في مجالات متعددة. هذا وكتب غازي الخريري مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان انفجار المرفأ، فإلى المقال. كان انفجار مرفأ بيروت كارثة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، راح ضحيته المئات من الأبرياء والآلاف من الجرحى دون أي ذنب اقترفوه في عاصمة الحرية والجمال باريس العرب. لقد ابتلى لبنان بشرذمة وعملاء ارتهنوا ورموا أنفسهم في أحضان الولي الفقيه في قم الإيرانية، وهم مصدر الإرهاب والدمار أينما وضعوا أيديهم. إن عناصر حزب الله كما يسمي نفسه، وهم بعيدون كل البعد عن الله تعالى، عاثوا فسادا في سوريا واليمن ولبنان والعراق، وتدخلاتهم السافرة في بلادنا البحرين وفي شؤون دول الخليج العربي. وقد عانت البحرين واكتوت بنار الإرهاب الإيراني وتدخلاته، ولكن وبفضل من الله تعالى ثم بحكمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ووقوف شعب البحرين في وجه الإرهابيين لم يحدث ذلك. هذا وخطت الدكتورة لولو بودلام مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان الفساد، فإن المقال. صرامة التعامل مع الفساد في مملكة البحرين بمختلف أنواعه يؤسس دولة قوية جدا يصعب اختراق قوانينها، فالفساد آفة لعينة ما إن تحط بمكان إلا استشرت وانتشرت به حتى يصبح الفساد صفة سائدة. محاربة الفساد في مملكة البحرين ليس مجرد شعارات، بل هو واقع، فإنشاء خط ساخن لمكافحة الفساد نزاهة هو أحد الأوجه للتصدي لمختلف أنواع الفساد بمساعدة المواطنين. مؤسسات الدولة قادرة على التصدي لمختلف أنواع الفساد، إلا أن عين المواطن الراصدة هي إحدى أهم القنوات للتصدي للفساد وإيقافه. إلى صحيفة البلاد، حيث بيّنت أن رواد مجلس محافظة العاصمة الذي عقد عن بعد برئاسة المحافظ الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة أكدوا ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في موسم عاشوراء، منوهين إلى إمكان إحياء الشعائر والفعاليات الحسينية عبر البث الإلكتروني في إطار التمسك بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات. هذا وخط الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد، فإلى هذا المقال. التقرير الذي بثته قناة العربية والذي تحدث عن ضبط الأجهزة الأمنية البحرينية خلال السنوات الثمان الأخيرة، كمية كبيرة من المواد المتفجرة شديدة الخطورة. دور وزارة الداخلية البحرينية في إحباط عمليتي تهريب مواد متفجرة إلى البحرين من إيران وضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات، وكشفت إفادات الأشخاص المقبوض عليهم وقوف حزب الله الإرهابي وراء هذه العمليات. إن هذا التقرير كشف عن ميليشيات مسلحة تلقت تدريباتها في إيران والعراق ولبنان، ولحزب الله الإرهابي دور فعال في احتضان الإرهابيين وتدريبهم وتقديم كل أنواع الدعم لاستمرار تهديداتهم الخطيرة وخططهم العدوانية. وبرز بشكل واضح أن الخطر الجدي على المجتمعات الخليجية هو هذا الحزب الإرهابي الذي تسبب أيضا في حرق لبنان وأبقاه مريضا وهزيلا وأسيرا كل هذا الوقت للمخططات الإيرانية،
ومسرحا لبروفات إرهابهم وإجرامهم. وبقلم سمر الأبيوكي نقرأ مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان لبنان الجريح، فإلى هذا المقال. وطن يروي قصة بيعه للغير تحت مسميات واهية، وطن تقاسمته أطماع الأحزاب شراسة فنالت منه وانتهكت حرماته، بات وحيدا يصارع وحده علّه ينجو. لنا في لبنان موعظة كبرى لكل من اعتقد أن جهات خارجية أو أحزابا متقاتلة قد تحنو عليهم أكثر من أوطانهم، درس صريح وواضح يعلن أن الأوطان تنمو بسواعد أبنائها المخلصين الأوفياء. إن الانفجار المدوي الذي ضرب مرفا بيروت أوجعنا جميعا من أعماق القلب. حالة الحزن التي عمت الدنيا كلها لم تكن وقتية، لم تكن سهلة بمعنى الكلمة، فلبنان يعاني منذ عشرات السنين لأننا لم نتوقع البتة أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من انتهاك حرمة وطن بأكمله لصالح الغير. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.